إحصاء شبكات التواصل، هل تؤيدون إزالة هذه الرسومات من شوارع بيروت؟ صوتوا الآن. بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01-48-48-80. شوفي ما هي هاي الرسومات الجرافيتي، هاي الجرافيك ديزاين البلوطه اللي عاملينها في هلا انتوا هلا الفريق مبسوط فيكي هون وبدهم اياكي تبقي معهم هون يا مهضومين، تبقي هون بغرفه العمليات. بس انا بدي اقدم ركان عباس. تعرفي لركان؟ اه ركان بذكر شيء عن هالاسم، بذكر كنت ترقص بفرق يمكن ما هيك؟ اي شفت بتذكر شيء. الله وين زمان؟ مع مين دخلك رقص انت شي الصباح؟ ايه ياي عرفتي انت اول ما شفتي، انت اول ما شفتي عرفتي. ركان تفضل معي، خلينا نفوت لجوا وما تخلوها تفل، ما تخلوها تفل، اتركوها هون. تفضل ركان، اهلا وسهلا فيك. اهلا حضرتك استاذ زهير. مشاهدينا للمشاركة بالبرنامج مباشرة على الهواء، الارقام والعناوين موجودة على الشاشة. الست ايفان غيرت لنا كل مقاييس وشروط البرنامج. رح نرجع نبلش من مجد المسرح الى تشرد الشاعر الى تشرد الشارع، متابعة لقضية طرحناها الاسبوع الماضي، ونزولا عند طلب الكتار منكم بصرنا استقبل الليلة مباشرة على الهواء ركان عباس. اهلا وسهلا فيك استاذ ركان، راقص الدبكة الشهير بالتسعينات اللي انتهى من حوالي شهر متشرد بالشارع هو وعائلته. مقتطفات من التقرير اللي تبعناه عنه الأسبوع الماضي منشوفها هلا. أنا فنان، أنا من عمري، أنا عمري 58 سنة، يعني 40 سنة أو أكثر أنا برقص دبكة وبعلم دبكة وبصمم دبكة. هذا أنا كنا هيدا أيام مع صباح هيك قصص، يعني رقصت مع صباح فترات فترة بالشام. إيه نعم، هذا أستاذ عاصي حلامي، هذا من أستاذ ملحم زين، هذا أستاذ الكيسار كاراكلا اعتدال حيدر، هذا أستاذ يوزيف عزار، هذا أستاذ مارسيل خليفة، هذه الست هدى حداد. أنا برمت العالم مع أحد الفرق الكبيرة الفنية، برمت العالم كل حفلة يطلع نشيد الوطن اللبناني بأمريكا بفرنسا بواشنطن بالصين بالإمارات، اشعر بدني انا باحد الدول هو نشيدنا عم يدق. وانا هلا شوفت عيني هلا انا بالشارع هو وعائلته. هيدي نهاية فنان التزم الدبكة والرقص كل حياته، هيدي نهاية قصة ركان عباس ابن المسرح والاستعراض اللبناني، ولكن انتهى في الزمن بالشارع بالسيارة هو وعائلته المؤلفة من 3 أولاد بنتين وصبي. هلا حاليا عايشين بالسيارة، مننام بالسيارة، ناكل بالسيارة. بالسيارة أغطية قليلة وشوية أكل، وبصندوقة ذكريات وصور من الزمن الجميل، أما على سقفها فشوية تياب ما قادرين يلبسوها. توجهنا مع عائلة ركان إلى بيتهم السابق قبل التشرد، بقايا أكل، فنجين شاي، ولعب ركض عليها ابنه حمد وكأنه صار له سنين محروم منا. هذا بيتي أنا هون، يعني بقعد فيه أنا وولادي، يعني هون إحنا كمان مشمعين ومشمع الأحمر أساس ما فينا نفوت عليه، وغراضنا كلها جوا بعدها. ببراءة وقف حمد ابن السنتين على باب البيت، عم بدق عم بيصرخ ناطر يفوت، بركي بتخلص هالأزمة أو هالكابوس. من حلم النجومية والشهرة، من مدرب رقص إلى متشرد هو وعائلته، هيدا نهاية قصة ركان الفنان يلي التزم الدبكة. هيك الدنيا صارت معنا، كنا متوقعين إنه يوما ما أنا أصبح شيء هيك، يعني أنا هلا بعتبر حالي فنان مكتوم القيد أو مكتوم القيد،
يعني انا فنان من 40 سنه، هلا بيسلموا علي على شبه هذا بشبهني لفلان، مرحبا استاذ فكرني فلان، الناس بزعل انه ما يقولوا لي مرحبا استاذ ركان. مساء الخير عن جديد استاذ ركان. مساء الخير بحضرتك. وين حضرت التقرير؟ حضرته الاسبوع الماضي؟ حضرته محل ما الشباب المدام كارول محل ما صورونا في مقابلنا بناية قاعد فيها ناطور. استأذننا منه قلت له يا ريت تحضرنا بس انه نحضر التقرير عنا هوس، هو شافنا وقت كانوا عم يصورونا فحضرنا عنده، حضرنا التقرير عنده. شو قال لك الناطور هو عم يحضر؟ زعل علي. شو بده يعمل؟ يعني ناطور بناية هو ومرته كمان وابنه، زعل علينا. بعد ما عملنا التقرير نعم طبعا موجة يعني تعاطف كبيرة وصلت لنا وكتير عالم دقوا بدون يساعدوا وبدون يساعدوا، بس بالنتيجة ما شفنا كتير كتر يعني. خير كل إنسان بيوقف حدنا، وأنا بتشكركم بالبداية. بس بعد ما عملتوا حضرتكم التقرير في إنسان يعني بدغري بدنا حابب دغري وجه له تحية، لأنه هو أول إنسان بعد تقريركم وقف معي، هو مدام ماري كنعان والأستاذ حسان نقاش صاحب اوتيل بلفادير. اعطانا اوضتين مباشره وقالنا هيدي هالاوضتين الكم، كل شيء بدكم يعتبروا حالكم زبونات، ما تعتبروا حالكم انه انتم قاعدين هلا بلاش يعني، لبين ما تحلوا مشكلتك ان شاء الله. تحيه لاله، شكر كثير كبير. قال لك خليك هلا بالاوتيل لبينما تحل مشكلتك يعني، ابو جمعه جمعتين بالضبط. قال لي يعني جمعه جمعتين لبين ما تحل امورك ان شاء الله تنحل امورك عن طريق المستقبل عن طريق استاذ زافين، وان شاء الله كله خير. نحن يعني كان عبالنا نخبرك خبريه حلوه اليوم، بس مع الاسف يعني انا عمول عمل الخير بلبنان خافف بهالايام او مش مثل قبل يعني، بس ان شاء الله انا متامل انه ان شاء الله حدا رح يسمع صوتك ويوقف حدك بهيدي الازمه اللي انت وقفت فيها، لانه انت ياما هلا ست ايفون ما بدها تكبر حالها كثير، بس انه هي اول ما شافتك عرفتك وقالت لك انت اللي كنت ترقص ورا صباح. صحيح. بقى ان شاء الله يعني بيتامن شغل، بيتامن مسكن، بيتامن ان شاء الله. هلا انت هيك يعني اذا بدك ترجع تفكر بكل هيدا الموضوع، انت ما اشتغلت شيء غير مصلحتك؟ لا ما اشتغلت، انا من الاساس استاذ زافين، انا كنت انا من الاساس من بعلبك، يعني طفولتي كانت بعلبك. هلا خلينا نضحك شوي، انا تعلمت الدبكه من دق جرس الكنيسه من الاساس. انا صغير حب كنت دق جرس الكنيسه، طلقت الحبال هيك شيء طالعني الجرس لفوق وانزل من هون، انا حبيت هالشيء. فلقيت الدبكة تقريبا بتقرب هذا الشيء من قصص مهرجانات بعلبك من ايام زمان، وقف على الاسطيحة على سطح الكنيسة اتفرج على مهرجانات بعلبك، من هنيك هوية الرقص، وانا كان عمري تقريبا شي 10 سنين صرت يعني صرت راقص مشهور. نعم. وما فكرت بمصلحة تانية او بعمل تاني؟ ما فكرت، لانه ما فكرت اوصل لهون، انا ما فكرت اوصل لهون يعني. فكرت انا صرت شوف هالناس اللي بيشتغلوا مثلي يعني مثلا، او اللي بيرقصوا مثلي، يا الله يسعدهم اكثر من هيك، هن وصلانين، بس ما بعرف يمكن انا حظي قليل هيك بحس. وانت اشتغلت بالتدريب كمان مش انا بدرب رقص، انا بفتره الحرب تنذكر ما تنعاد ان شاء الله على لبنان، صارت الحرب يعني، رحت على الشام عملت فرقه مصغره، اشتغلت مع الاستاذ طوني حنا وجه له تحية الله يرحمه، الأستاذ عصام رجي كمان اشتغلت معه، مع طريال كريم الله يرحمه، مع الأستاذ نصر شمس الدين، وأنا وياهم في صور يعني هون. عندك ألبوم كتير كبير يعني مع الأستاذ سمير يزبك كمان اشتغلت. ما لي قلب فرفش لك بالصور، لأنه كل ما تشوف صورة مع حدا من هالكبار يعني هيك بحس قلبك عم ينعصر. ماشي الحال، شو بدنا نعمل أستاذ زافين، هيك هيك الله رايد، ولا اعتراض على حكم الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ركان، ان شاء الله يعني انا عم صلي انه نقدر نوصلك لنتيجه، لانه لازم ما لازم تكون قصتك نهايه فنان التزم الدبكه يعني. لازم انا تكون استاذ حبيب قلبي، انا استاذ انا يعني صحيح عمري 58 سنه، بس انا بعدني يعني بقدر برقص وبقدر اعلم وبقدر صمم رقصات. بعد فيك؟ بعد فيني. هلا انت مش مبين عليك 58 سنه، فاجأتني صراحه. الله يخليك، الله يعطيك طولة العمر. بس فيك بعد ترقص؟ انا بعدني هلا برقص كانه عمري، انا وقفت عمري بمكان معين عند ال 25 سنه وما عدت كبرت. اذا حطينا لك هلا موسيقى فيك لعيونك، وهلا شيء بتشوفه بعينك.
طبعا انا ما بدي امثل انه ما كان معي خبر، بس انت قبل الحلقه طلبت منا وقلت لي انه انا عبالي ادبك لاثبت للعالم انه انا بعدني بدبك. نعم تكرم عينك يا ركان، مسرح لك. قتلوني عيون السود يا ليل وما الحدود، قتلوني 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 عيون السود، وبنية عم تكبر من يوم ليوم، زهرة محروسي بسيوف النوم، بنية عم تكبر من يوم ليوم، زهرة محروسي بسيوف النوم، خوفي يا سنين لا تمر انا لاسال عليهم من حي الحي، دور عن صورهم ببرك المي، انا لاسال عليهم من حي الحي، دور عن صورهم ببرك المي، والسهل يغيب والليل يغيب، والسهل يغيب والليل يغيب، وتطل عيون السود قتلون عيون السود يا ليل وما الحدود، قتلوني قتلوني قتلون عيون السود. ما حاسس رح ابكي. الله يخليك. حلو كتير. رح نترك هيدي الرقصة برسم وزارة الثقافة اللبنانية وبرسم كل من بهمه الثقافة بلبنان وبرسم كل نقابات الفنانين بلبنان، لازم يكونوا حدك واقفين بهالأزمة يا ركان. الله ماشي الحال، شكرا كتير. شو بدك تقول لأولادك اللي هلا عم يسمعوك؟ بدي اللي نطولوا بالهم. الله كريم يفرجها الله. الله كريم وبيفرجها الله. شكرا لأنك جيت ركان. شكرا. الله يرحمك. استراحة ونرجع بعد الفاصل. جرافيتي بيروت ضحية التوافق السياسي. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01 48 48 80.